بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الكرام. طبعا موضوع عن إعلان وزارة الدفاع والداخلية الموريتانية اليوم السبت، اليوم عن مقتل سجناء سلفيين وعن جرح واحد واعتقاله الحمد لله. ويامس كتبت لكم ابشروا يا خالي، ياسم ناس ما فهمها نبهكم، فهم خبر الحمد لله صار، ولهم الحمد لله شفتوه اليوم ولله الحمد من قبل ومن بعد. المسألة الأولى، مهنئ الجيش الموريتاني من عند السقايد قوات مسلحة فخامة الرئيس محمد الشيخ غزواني لوزير الدفاع حنان السيدي إلى أبو الله والأحمد عايشة، جميع اللي شارك في هاي العملية الأمنية اللي كانت عملية معقدة وكانت تينا ونشحوا فيها فتبارك الله. مسألة أخرى، يلا نعرف علينا الحمد لله الجيش نجح وراجل إن شاء الله لم نجاح نجاح، لأن هذو الناس قاسوا منطقة هي أخطر منطقة لأن يتواجدوا فيها السواح أدرار فترة سياحة، والحمد لله اللي ما عدلوا عملية اللي خلقت في الدول الكبار منها تونس العياذ بالله ودول إلين تراجعت فيهم سياحة وضعفت عملتهم، تراجع فيهم اللي قالوا رسول الله قالوا الاستثمار مهنا، حتى قيادة الدرك الوطني المالي اللي كان عنده الدور الأكبر في قتل هذو الكلاب اللي ما نسموهم بشر لأنهم ما هم بشر، هما ما الله يرحمهم حد، لأنهم يعني كتلوا رجالة من صنادرة موريتان اللي قالين علينا قطعا. فهم اللي مسألة نبقى نطلبها بدي ما نبقى نطول حتى منكم كاملين كاملين، وإذا شاركوه وعلى المجموعات الصبح الساعة 2:30 صلاة الظهر لا يبقى حد عن هذا الشهيد البطل اللي استشهد اليوم يدافع عن الوطن، ويالله يعطاه الامتيازات ويعطاه لهلو، ويالله رجال أعمال جو لهلو يعدل اللي ما عدل الشين والصوفي، لأنه هذا فوق ذا كامل من المواطنين، لأنه ضحى من أجل هذو الناس كانوا والعياذ بالله كانوا بدو يعدوا كلش. المسألة الأخرى، يلا الدولة تطرح البال لأنه ما تتكرر، طريقة تخلي المدفع شنو؟ قال لي حد والله أعلم على أن الناس كل 3 أيام ولا 4 كان تجيهم شمح شيء، وأن المدفع أنه ما دخل مدفع في بليده دخل بيس بيس، وهم خبيرين في السلاح وكل شي يعرفوه، والتعمار مالي طريقة الإجبار بيه ما يعرف حد شي، وكلاشات اللي قبضوا من الصنادرة ما معهم تعمار في الحبس. قيدة كامل مالي، نهنأ مرة أخرى الجيش الوطني، ونهنأ الأخ جنرال بالله الأحمد عايش اللي كان اللي الحمد لله رجل معروف بانضباطه العسكري والأخلاق والتواضع والبساطة والبطولة مع ذا كامل تبارك الله. فما الصياسة من الخلق، أنا بعدها شافني نقولها لكم يا أختوني، الحقد ما عنده فايدة، عودوا ضده القزواني خامة رئيس قلات بدو حقودين ضده، حقد ما عنده أي فايدة، حقد تفو بيه. خارجين واحدين أدروا رأي السخرية، راهو رأي ساكن انتصر وانتصرت موريتانيا معالي، ان نحن ما مصلحتنا في الشلة رئيسنا، يلا عودوا تمناوا له النجاح، عودوا تمناوا نجاح جيشنا الوطني. هاي العملية اليوم رأيكم فتبارك الله تدل عليكم عندكم جيش قوي، ويلا عودوا وطنيين، ويلا عودوا نعرف معنى نعرفوا معنى الوطن، وذا الوطن هو كل شيء بالنسبة لنا، هو رياضة
ما أنا قاعد نطور عليكم حتى نخل كلامي ما غلى ودلة، قلنا نقول كلمات ما مياسرات. الصبح الساعة الثانية لا يبقى حد ما جاء مسجد ابن عباس وصلى على الشهيد، هذا الشهيد الوطن، هذا مات يدافع عن الحوزة الترابية، مات يدافع عن كنتم مواطنين. هذا الناس كانوا بده يدخلوا السوق ما يخلوا فيه حد، يفرقوا اللي فيه كامل من المواطنين. الأمن اشتغل حتى بتبارك الله، وهي العملية كانت مدارة بشكل غير عادي، والدرك الوطني كما قلت لكم كان عنده الدور الأكبر فيها بتبارك الله، لأنه يعني هو اللي كان في الصفوف الأمامية، هو اللي استشهد منه الطفل اليوم رحمة الله عليه. ويا الله عودوا مؤمنين بالوطن، وعودوا نبقوا وطننا، ده هو اللي يتواسى عندنا، لا موريتاني الشوخة ما عندنا. الله يحفظك عبد الله يحطاني، يعطيك الصحة إن شاء الله، وشاركوا من أجل اللي قد كامل يشوفوا، والصبح يجي يصلي على المرحوم، ما أنا هو يدوركم إن شاء الله، والصبح إن شاء الله ونعيدكم بتغطية مميزة على الصفحة والشارع مباشر إن شاء الله تعالى، قناتنا ومنصتنا إن شاء الله تعالى، إن دور عدل وتغطية تعود مميزة، لأنه هذا الشهيد يستحق كل شيء علينا، هذا شهيد الوطن. الصبح لا يصلوا عليه طبعا بحضور معالي وزير دفاعنا انه السيدي، وقائد الجيوش دور الليج، وقائد الحرس الوطني، وقائد الدرك الوطني، ووزير الشؤون الإسلامية لاخده، ويدور عدة وزراء، وراجي ان شاء الله التوفيق، والله يرحم الشهداء، الشهداء اللي فقدنا في السجن يدافعوا عن الوطن، والشهيد اللي فقدنا اليوم اللي كان في المعركة اللي كانت معركة ما شاء الله ناجحة، وراجين إن شاء الله إن هذا مدي السجين اللي بقى إنه يعترف بذاك كامل، ويعترف بالناس كانت تخطط معاه كامل، والناس اللي معاه في الجريمة، والناس اللي أعطاته بهيليكس اللي مشاو بها، اللي الحمد لله على سلامة أهل موريتان ما جاو الدشرة فرقوها. والله يحفظكم إن شاء الله، ونصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحمد الله على نعمه، ونطلب مولانا نجي إن شاء الله، إن شاء الله نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا أن يحفظ جيشنا إن شاء الله، الله يحفظ جيشنا، الله يحفظ هذا الوطن، ويدوم علينا نعمة الأمن والأمان، الله يحفظ موريتانيا، الله يدوم علينا نعمة الأمن والأمان. ما عندنا ما هو موريتاني شوخر، ما هو عندنا، ونبقوه حتى ونبقوا صنادرتنا، ونبقوا جيشنا كامل نبقوه، ونفخرنا العدد الجيش اليوم وزين عندنا، واللي يبقي يقولنا صفاق يقولها ما غادي نفي بيلي الخلق لا سلامة منه، لأن ما كل حد وطني، ولا كل حد يقدر أن حد يعود فيه الوطنية. هذا انتصار، الدول دمرهم الإرهاب، الدول عملاتهم قضت حتى وضعف اقتصادهم بهم الإرهاب العياذ بالله، نحن قابلين على فتبارك الله شي من خير ما يوفى القاز، وجاينا الشرايك الحمد لله، ويلا عودوا مؤمنين بطن، ولا يلا مسألة الخلف رواية للأسف مؤسفة رأيكم، واحدين عدلوا الرئيس ضحكة، رئيس تم لا أحد يحترمه، وتون يعودوا ضد الرئيس، ما نبقوا نصادروا حرياتكم، يا غير مولي احترام كشخص راجل كبير رئيس دولة يا الله تحترمه، عدة سخرية كلمت لكنها هنا انتصر رئيس الجمهورية، نقولها لكم انتصر، لأنه كلمته اللي قال على ان كله يا الله يحذر ان الارهابيين يا الله يحذروا يعرفوا ما هم لهم مكان، راي عرفت اليوم ان الجيش الوطني اعلنوا اراه دافع عن الحوزة الترابية، وراهم اللي تم اعتقال الرابع وقتل منهم ثلاثة، وهذا انتصار، انتصار للجيش الوطني، وانتصار للوطن، والوطن فوق كل اعتبار، وعندنا لا موريتاني، لا يتم كرهها لكم، عندنا لا موريتاني، هذا الوطن هو اللي عندنا. نتمنى لكم التوفيق، والله ان شاء الله، نسال الله العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العليا انه يحفظ الوطن ويحفظ الجيش الوطني ان شاء الله، ويدوم علينا نعمة العافية،
وفقنا ان شاء الله ما يحب ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما قرأ والخاتم ما سبق، وناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم، وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك رب العزه عما سبحان ربك رب العزه عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الله ان شاء الله ينصرنا من نصر نصر، ومن التوفيق توفيق. وحياكم الله جميعا، ولا نبقى اذا طلت عليكم لين الوقت تاخر، ولا يترقدوا كاملين، وفقكم الله.